يعطيكم العافية شباب، أخوكم جانتي وياكم. يعطيكم العافية يا شباب. شباب، أنا الفترة الجاية راح مضطر أريح شوي، إنه في شد بيدي الشمال، يعني شد قوي جدا. هذا لأني كنت أحاول يعني أتقدم أكثر بالكاريسا نيكس، بصراحة متفجر، في شد قوي ومتفجر كثير يعني، فمضطر أريح الفترة الجاي، وراح أنزل فيديوهات قديمة نوعا ما وفيديوهات تعليمية، ومضطر أريح، لازم أحترم قدرات جسدي. يعني الجسم له قدرات معينة، حد معين، كل بني آدم له حد معين، فلازم يحترم هذا الحد، لأنه إذا حاول يتجاوز أو ضغط نفسه يتجاوز هذا الحد ممكن تصير إصابة لا سمح الله. الحمد لله ما في إصابة، بس في شد قوي، يعني تريجر بوينتس، ممكن تريجر بوينتس إشي بدها مساج، بدها راحة، لازم شرب مية، أسمى أشياء يعني تساعد، يعني حتى جسمي شادد، حتى في شد هون بهاي المنطقة. أنا إيدي الشمال كمان صار فيها إصابة من بعد بطولة كروسفيت، مش عارف قبل أكثر من سنة. طبعا بطولة إنه كم تعمل بوش أب، بعدين بول أب، بعدين سكوات، زي هيك تقريبا، كم دورة ب3 دقايق. فطبعا اللي فاز لاعب كروسفيت ما شاء الله عليه خارق، كانت له راح، ما كانش حتى طبعا يتبع وراه شو بيلعب شو بيعمل، هو اللي فاز، جاب 5 دورات ب3 دقايق. يعني لو انه بطل العالم بالكاريسنكس ضده عمره ما بفوز عليه بصراحة. انا جبت 4 دورات تقريبا، شباب اصحابنا جابوا 4 دورات. طبعا نوربس، في نوربس، كان نوربس تبعنا احسن من الريبس تبع الكروسفيت كله، احسن من تمرينه كامل، بجوز لعب صح، بجوز سكوات ممكن. المهم، فالفترة الجاية زي ما حكيت راح انزل فيديوهات قديمة نوعا ما، فيديوهات تعليمية، فيديوهات مثيرة للجدل عن الأرض، ممكن شغلات رياضية يعني عن كاليستانكس. والحمد لله ما في إصابة، بس أنا حاب ألعب وأنا مرتاح، واللي جاي راح يكون أفضل أكيد، يعني بعد الديلود لازم ديلود، هذا إشي لابد منه. يعني كل بني آدم بيجي حد معين بعدين بيعمل ديلود، خصوصا انه ما باخذ مكملات، ما باخذ منشطات او هرمونات، هذا هو وضعي، فاموري كويس، الامور تمام، ولكن حاب العب وانا مرتاح. يعطيكم العافية شباب.